يا دكتور خالد العناني وزير الآثار بيعمل مثل عظيم قد ايه هو مهتم وشغوف بالآثار المصرية، وشفناه اصلا يوم الافتتاح كان ازاي ماشي مع السيد الرئيس وبيشرح كل حاجة بالتفصيل. مش هينفع اختم حلقة من غير ما نتكلم عن المومياوات الملكية، عايزين نعرف ونعرف الناس كده يعيشوا معانا ومع حضراتكم ازاي تم نقل المومياوات من الأنابيب لما تكون دلوقتي موجودة في مكانها الحالي. حصل ده ازاي؟ الموضوع تم بسلاسة ولا كنتوا مرتبين له ازاي؟ اكيد حاجة صعبة. كان أمر صعب. عندنا فريق هنا، احنا عندنا الحقيقة يعني مرممين وأثريين على أعلى مستوى. نقلهم كان لازم يتم إن احنا نضمن على حفاظهم، وبالتالي تم وضعهم في كبسولات نيتروجينية. هذه الكبسولات تم نقلها وتنزيلها من الدور اللي هم فيه في المتحف المصري إلى السيارات بشكل لائق جدا، يحترم يعني هقول لحضرتك إيه، أكتر من إن كان هذه الكبسولات بتضمن إن العربية لو نزلت في مطب إن هم ما يتأثروش. بعد ما جم تم التعامل معاهم، هو تم التعامل معاهم قبل ما يجوا إن هم يبقوا خاليين من الشوائب وكل الأشياء اللي ممكن تصيب الآثار، وتم التعامل معاهم أيضا مرة تانية هنا، ثم تم نقلهم تباعا من المراكز اللي هم موجودة عندنا فيها هنا الثلاجات وخلافه إلى المكان المخصص المثوى الأخير المخصص ليهم هنا هو تباعا. ده تم في خلال اسبوعين من يوم 4 ابريل ليوم 18 تم نقلهم، بس احنا كنا مخلصين قبلها، بس كنا مدين وقت يعني تحفظا لاي طبعا بالراحه، اكيد لازم بالراحه علشان يقدروا يوصلوا. فده تم بسلاسه وبسهوله. انا عايزه احمس الناس، مش هنوريهم مومياوات الملكيه ولكن حركة تاخدني جوه دلوقتي تفرجني، فعايزين نقول لهم يجوا لنا يشرفونا في المكان هنا ويحسوا قد ايه. انا وانا واقفه حاسه اني فخوره لما بشوف حد اجنبي معدي، ببقى عايزه اقول له انا مصريه انت في مكاني يعني. انا بشكر حضرتك جدا دكتور احمد، بشكرك على وقتك. شكرا ليك يا فندم، ودايما كده يعني نشرف العالم كله بالحضاره المصريه. نورتونا ويا ريت كل المشاهدين ينوروا. اشكرك يا فندم، اشكرك جدا.